تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة منح جلالة الملك المفدى قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لدعم جلالته ومساندته لأهداف وخطط المنظمة منذ تأسيسها من خلال التعاون المشترك مع مملكة البحرين. وأكد اسمه رئيس الوزراء في برقيته بأن هذا التكريم هو فخر واعتزاز لمملكة البحرين وبجهودها المخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مختلف المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة العربية، داعيا الله تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وطول العمر ولمملكتنا الغالية المزيد من النماء والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.